مش حشحفوا وبصومي، كل عام وأنتم بخير بمناسبة يوم العلم الشركسي. يوم العلم الشركسي هو يوم تاريخي لشعبنا العظيم. هذا اليوم، أو خلينا نحكي هذا العلم، هو رمز للأمة الشركسية، رمز للوطن الشركسي. هو عبارة عن تجسيد للنجاح، أو خلينا نحكي للانتصار للشعب الشركسي في الحفاظ على ذاته وفي الحفاظ على شخصيته الوطنية والقومية. هذا العلم قد يرى في كل دول العالم أنه هو رمز للسيادة، رمز للاستقلال، ورمز للدولة وهيبتها وإلى غير ذلك، ولكن بالنسبة للشعب الشركسي فهو بتحديدا يحتل مكانة كبيرة جدا، لأنه هذا العلم هو رمز فعليا لقومية هذا الشعب ولنجاح هذا الشعب فعليا في الانتصار في معركة البقاء. بكل بساطة، هذا العلم قد يكون أقدم من العديد من الأعلام الدول قائمة بحد ذاتها، ولكن منذ ظهوره إلى اليوم ما يزال محافظ على وجوده وما يزال موجود لدينا. قصة العلم الشركسي بكل بساطة، يعني تتعدد الروايات طبعا وتختلف الروايات، ولكن ما يهمنا هنا هو قدسية هذا العلم وأهميته في بناء الشخصية القومية الشركسية وفي الحفاظ على تاريخ وعلى الوطن الشركسي كرمز له من قبل هذا العلم. العلم الشركسي من العام 1830 إلى 1836 أو 1834، راح نحكي في هاي الفترة فعليا كان ظهور العلم الشركسي. تختلف الروايات وتتعدد، لكن الأصل أنه ظهور العلم 1830 كان أول ظهور له حسب ما ذهب إليها الرحالة سبنسر، أدموند سبنسر، بعد العديد من الكتاب الآخرين. زي ما حكينا في هاي الفترة من 1830 إلى 1836 أو 1834، هاي ثلاث أعوام شهدت ظهور هذا العلم بشكل، أو تم ذكر هاي الأحداث بأكثر من مرة أو في عدة مراجع تاريخية. المهم، في هذا العلم ظهوره كان نتيجة نضوج الحالة السياسية لدى أبناء الشعب الشركسي. هناك مقاومة كان، وكان هناك بداية لتنظيم عسكري، بداية لتنظيم دولة خلينا نعتبر في هذا الوقت، فكان لابد من توحيد هذا الشعب، لابد من توحيد القوات العسكرية، لابد من توحيد القوى المدنية أيضا لهذا الشعب تحت راية. فكانت الراية أو العلم الشركسي الذي تم إيجاده، أو خلينا نحكي وجوده، على يد صفر بي زنوقة، هو أحد الأمراء الشراكسة اللي كان مقيمين في تركيا. صفر بي كان طبعا مختلف عن الروايات الموجودة لدينا أنه هذا العلم لا سكوتلندي أو كارت هو الذي نظمه أو غيره أو كذا. بصراحة العلم الشركسي هو امتداد لرايات قديمة موجودة، إن شاء الله كمان بالفيديو راح أحط لكم إياها، عدة رايات شركسية قديمة احتوت على عناصره لهذا العلم. هاي الرايات قديمة جدا، قبل 1800 فينا، هناك بال 1700 بال 1600، يعني عم نحكي عن القرن السابع عشر، القرن الثامن عشر، كانت موجودة هذه الرايات. فبالتالي عناصر هذه الرايات الموجودة مثل الأنجو، النجوم، السهم، راح تلاحظوا، والأسهم عفوا، كانت موجودة لدى هذه الرايات وفي هذه الأعلام، وانتقلت لتجسد العلم الشركسي. صفر بي زنوقة طبعا كان لديه مفهوم جديد، كان يريد فعلا استغلال الوضع الموجود من أجل وضع هذا العلم كدولة شركسية موجودة. لدى عودته من الدولة العثمانية حاول أنه فعلا تشكيل دولة شركسية. هذا العلم كان فعلا في فترة لاحقة فيما بعد هو العلم الذي رفع من قبل حكومة المجلس، وهي آخر حكومة شرعية مثلت الشعب الشركسي على أرض وطنه التاريخي الشركسية. العلم بأشكاله، بقصته، بمكوناته، عدة روايات موجودة، ولكن أهم شيء بحب أركز فيه ال 12 نجمة الموجودة. طبعا هم 12 نجمة ذهبية، أسفلهم ثلاث أسهم، الخلفية خضراء، الألوان سواء كان أخضر الخلفية أو فيروزي كما بعض المراجع اللي ذهبت إله أو غيرها. فكل هذه خلينا نحكي التفصيلات
أو كل هذه الروايات، أو خلينا نحكي هذه المعلومات حول تفسير العلم، يمكن أن نجملها في مجموعة من ما قدمه لنا علماء من أو مفكر أو باحثين في الوطن، خلينا نحكي في نالتشيك في مايكوب، من طبعا في مقال مهم جدا اللي بحب يعني يستفيد أكثر، موجود على موقع الجمعية الشركسية العالمية. طبعا هو يستند إلى باحثين مهمين، السيد الدكتور أصفر قوير وغيره أيضا من الباحثين كتبوا عن تفسير العلم الشركسي وماذا يدل العلم الشركسي وما هو دلالاته من النجوم والأسهم. لكن باختصار خلينا نحكي أنه الـ 12 نجمة الموجودة، 12 نجمة أو هي دلالة للكمال بالنسبة، سواء كانت 12 مكون زي ما احنا بنعرفه أو المتعارف عليه، أو 12 بداية يعني كرقم كامل، 12 شهر بالسنة أو إلى غيره، لأنه في بعض الروايات برجع لبعض الشعارات التي تعود الحضارة الحثية، صورها كمان راح نرفقها إن شاء الله بالفيديو. هاي الشعار النبالة، أو خلينا نحكي الشعار الحضارة الحثية، كان موجود فيها ما أو استند إليه لما أخذ منه تقاليد أو تفسيرات هذا العلم أو الدلالات تبعت علمنا أو عناصر العلم اللي شكلت العلم فيما بعد بصورته الحالية. المهم الـ 12 نجمة ترمز إلى العدد الكامل، مهما اختلفنا بالروايات أنه هي مكونات الشعب الشركسي. طبعا كلمة قبيلة أنا ما بحب أستخدمها، لأنه ما بنحكي إحنا عن شعب له قبائل له حضارة أكثر من 6000 سنة، هذا مش قبيلة. ما بنقدر نحكي قبيلة عن شعب بصراحة جاء القيصر لمفاوضتهم، ما بنقدر نحكي عن شعب شكل حكومة في أزمة في مقاومة في حرب تحت ضغوطات تحت كذا، لكنه تمكن من تشكيل حكومة المجلس اللي ذكرناها. فبالتالي استخدام كلمة قبيلة قد يكون غير ملائم لطبيعة شعبنا الشركسي، بالعكس يعني قد يكون مكونات هذا الشعب الكلمة، أو خلينا نحكي المصطلح الأفضل. فإحنا بنحكي عن 12 قطعة، سواء كانت مكونات سواء كانت أشهر سواء كانت أي شيء آخر، المهم هذه 12 ترمز إلى الكمال بالحضارة الشركسية أو في الموروث الثقافي والفكر الشركسي، ترمز إلى الكمال. الثلاث أسهم طبعا تلك الأداة الحربية التي تميز بها الشراكسة في فترات طويلة جدا، من الفرسان، رمي السهام، الدقة في إصابة السهم إلى غير ذلك. كان السهم له طبعا أداة حربية، وفي نفس الوقت له دلالة للسلم، وأيضا له دلالة تتعلق أيضا بحضارة مقوابة بالتحديد، لأن هذا الأسهم في العديد من الاكتشافات، في العديد من الأثرية اللي اكتشفوها، ظهر لنا هذا الأسهم وطريقة التعامل أو رمزية السهم في هذا الحضارة الشركسية. الخلفية سواء كانت فيروزية اللون ولا خضراء، فهي بالتأكيد ترمز إلى طابع الحضارة الأرض، أو خلينا نحكي الطبيعة في شركسيا. النجوم سواء كان لونها أصفر كان لونها ذهبي كان لونها كذا، فبتعرفوا هي بالتحديد اللون، سواء كان ترمز للاكتفاء الذاتي زي ما هو يعني لما إذا الناس بحب يتوسع في جمهورية الأديقية في شرح عن العلم الموجود، فراح تشوف أنه مثلا الكتابة أنه هذا اللون الذهبي للدلالة عن الاكتفاء الذاتي للشعب. بغض النظر عن كل هاي التفسيرات، زي ما قلت أهم شيء أنه هذا العلم يشير إلى كمالية الشعب الشركسي، رمزية الشعب الشركسي الموجودة لديه، بأنه نحن شعب لدينا علم يوحدنا. طبعا في عام 1992 هذا الشعب، أو خلينا نحكي هذا العلم، اختفى من شعبنا الشركسي إلى العام 1992. نتخيل من 1864 حكومة المجلس، آخر حكومة شرعية للشعب الشركسي على أرض وطنه، رفعت هذا العلم إلى العام 1992. في هذا العام جمهورية الأديقية اعتمدت هذا العلم مرة أخرى. ليش جمهورية الأديقية اعتمدته؟ لأن جمهورية الأديقية من اسمها هي تمثل جميع مكونات الشعب الشركسي، هي الحلم القومي الشركسي الذي ظهر في تلك المنطقة كيان سياسي بحاجة إلى علم يمثل ويكون جامع للجميع ويكون قادر على جمع جميع مكوناته، زي ما قلنا الرقم الكامل.
الرقم الكامل كان باعتماد العلم الشركسي الحالي اللي احنا بنشوفه. طبعا في العام 2013 لتكريم هذا العمل ولتكون جمهورية الأديجي لها بعض الممارسات السيادية، فكان عملية اعتبار 25/4 انه هو يوم العلم الشركسي اللي كل سنة اصبحنا نحتفل فيه بهذا اليوم من جمهورية الأديجي. في النهاية اللي بدي اقوله، بغض النظر عن الاختلافات الموجودة، ممكن انك تقرأ من العديد من المراجع زي ما بدك، ولكن الاهم شيء بالنسبة لي انك تعرف انه العلم الشركسي هو رمز هيبة هذا الشعب، هو يؤكد لك انه هذا الشعب لم يكن شعب قبائل، لم يكن شعب بدون دولة، لم يكن شعب بدون اي كيان سياسي. بالعكس، هذا العلم هو دليل قاطع على مدى ارتقاء الشعب الشركسي في محاولة بناء دولته المستقلة ودولته الخاصة به. فكل عام وانتم بخير وإن شاء الله. هذا العلم، قبل ما أنهي، هذا العلم صحيح جمهورية الأديجية، ولكن إذا زرت القفقاس سواء في جمهورية القبرديه أو تشركيس في أي مكان، بالعكس مثلا إذا دخلت على منطقة حبز في منطقة تشركيس راح تلاقي العلم الشركسي موجود، في نالشك راح تلاقي هذا العلم الشركسي موجود. فهذا العلم يوحدنا جميعا وهو رمز وحدتنا، إن شاء الله راح يظل موجود وسيظل خافقا في المعالي، وسيظل إن شاء الله موحد لكل أبناء الشعب الشركسي تحت راياته الخفاقة، لأنه هذا العلم العز، هذا رمز لقوميتنا، هذا تاريخ نفتخر به ونفاخر فيه الدنيا كلها. يعطيكم ألف عافية، نلتقي إن شاء الله في فيديوهات قادمة.